بس قولي الاول، هي الوصفه دي عشان ايه الاول؟ عشان بالي فات، عشان انزل، عشان الكرش، عشان الكرش يعني، ها yeah. ونعلي الحرق شويه. اوكي يا مبدئيا شويه جرجير كده حلوين، شويه جينجر، شويه جنزبيل مبشور، شويه ليمون كتير. اوكي واضربيهم مع ميه في الخلاط. اوكي واشربيهم قبل كل وجبه، يعني الصبح ممكن ليمون عليه، شويه ليمون قبل كل وجبه. اوكي مبدئيا بيسد النفس بيك تايم. طب بالنسبه بينزل جرجير وجنزبيل، ثانية واحدة بس عشان انتي عايزين نبتدي يومنا بيها قبل الفطار. يا لا لا لا، احنا نبتدي يومنا بايه؟ خلينا متفقين برضو، ناخد بنبتدي يومنا كوباية مية او كوبايتين مية عليهم عصرة ليمون. اوكي ايديلي كمان من الحاجات الكويسة قوي ان احنا نحط عليهم معلقة خل تفاح اورجانيك. ده عظيم، معلقة صغيرة، احنا ما عندناش مشكلة في المعدة يعني. ناخد الكلام ده، ابتدينا يومنا الحل. طبعا خل التفاح بيساعد برضو على حرق الدهون. اوكي على حرق دهون بالذات المعدة البطن. اوكي بعد كده ندخل بقى على الوحش. جرجير، شوية جرجير وجنزبيل. شوية جرجير عشان الناس بس لو سألت، هاندفل يعني كبشة بإيدك كده. اوكي مع كوباية مية صغيرة او نص كوباية مية مع ليمون، عصر الليمونتين. بتبقى فيري نايس على فكره، بتبقى حاجه عصير كده زي طعم الليمون شويه. اوكي وشويه جنزبيل مبشور ان تيرمز اوف معلقه صغيره. اوكي فريش. بس ده كل ده وما فيهوش حتى ولا حته عسل؟ حطي، ايه المشكله؟ مش عادي يعني، مش هيكره حاجه. ماشي عشان بس ما تحطيش نص برطمان عسل يا يورا يعني. معلقه يا ستي، معلقه صغيره عشان ما ازعلكيش. ايوه خلاص، هو كل حاجه باعتدال. يس وده فعلا ممكن، بس داومي عليه. لازم تداومي عليه، مع ان انا ما بقاش باخده بكونسبت اصل انا خدت الشاي الاخضر بعد وجبه الجانك فود. فعشان تنزل كده تحرق الدهون اللي انا كان بعد البط والوز اللي انا كلتهم، الشاي الاخضر مش يغسلني من جوه. يغسلني من جوه. انا مش عايز تعملي معايا نفس الكلام. يعني ها ناخد ده واحنا بناكل اكل كويس. مش وانا دبه البط وطاجن البريم وبعدين اقول اصل انا خدت شويه شاي اخضر او المشروب اللي انت قلتيه ده وما نزلش الكرش ليه. فاهمه قصدي؟